اللي عايز أرجع رجوعاً، إحنا قلنا الحمد لله إن إحنا يمكن تجاوزنا الفترة الأصعب على الإطلاق اللي مرت بها مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي، وقلنا بوضوح شديد إن العام المالي الحالي اللي بدأناه هذا الشهر هو مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري عام 24-25، وده مؤشراته إن إحنا نركز على إن التضخم يظل في المسار النزولي بتاعه، إن الاحتياطي النقدي يزيد والحمد لله ده بيحصل، حجم الدين يقل وياخد المسار النزولي، القطاع الخاص ودور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات اللي في الدولة تتزايد، نسبة النمو للاقتصاد المصري تزيد. كل ده هو ده اللي هيخرجنا من الحالة اللي احنا موجودة فيه، وقلنا ان العام ده ان شاء الله هو العام اللي نقدر نقول بعده في آخره ان شاء الله آخر عام 24-25 ان احنا رجعنا الى الوضع التعافي الحقيقي اللي احنا يعني كنا يعني في قبل الأزمات الكبيرة اللي كانت موجودة. أذكر حضراتكم الدولة المصرية لغاية الأزمات اللي بدأت احنا كنا بننمو بمعدلات تصل ووصلت ل6% واقتربت من 7%، ودي أرقام كانت كبيرة جدا. حتى في وقت كورونا لما بدأت احنا كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم في نسب النمو، لأن احنا قعدنا اشتغلنا استفدنا من الإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي كانت موجودة، وزقينا مع الزخم اللي كان موجود والاستثمارات اللي الدولة ضختها في الفترة دي بالذات علشان نخلي يفضل النمو الاقتصادي موجود. لكن المشكلة ان احنا ما كانتش كورونا بس، حصلت بعديها الصدمات اللي حضراتكم عارفينها اللي أدت الى تباطؤ نسب النمو، ومع ذلك احنا مستهدفين السنة الجاية ان احنا نرجع تاني للمعدلات اللي كنا عليها، وقلنا ان هدفنا ان الثلاث سنين الجايين في برنامج الحكومة نبقى في متوسطات في حدود 5.5% على الاقل. نأمل طبعا انها تبقى اكتر، ولكن ده كله عشان بس الكلام برضو بيتقال ده في دول حصلت في انا ليه عمال اقرا يعني بعض الدول الافريقية قالت ان نسب النمو بتاعتها اعلى. خدوا بال حضراتكم كل ما الاقتصاد بيبقى ناضج وكبير كل ما بتبقى نسب نموه بتبقى أقل شوية. لما بتبقى دول بادية من أنا آسف مش عايز أقول من الكلمة من البداية خالص إنه يطلع بالسبعة وثمانية والكلام ده كله بتبقى سهلة لأنه هو بادئ من فأي شغل بيتعمل بيسمع، لكن بيبقى التحدي الحقيقي إن يبقى عندك اقتصاد كبير واقتصاد يعني تقيل وإنك تحقق بيه معدلات نمو عالية. ده بيبقى وضع مختلف خالص، وهو ده اللي احنا بنستهدفه. مصر اقتصادها حتى مع كل اللي حصل من يعني تعويم والكلام ده كله ما زالت واحدة من أكبر الاقتصاديات في المنطقة وعلى مستوى العالم. التقديرات كلها إن مصر في خلال يعني إن شاء الله الأقل من 15 سنة أو من يعني كلام المؤسسات العالمية كلها بتقول إن في خلال من 15 ل 20 سنة على الأكثر مصر من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم. من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم. فلازم كلنا نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع إن يعني كل ده إحنا نتيجة لحجم الدولة وقوتها وتأثيرها وحجم الاقتصاد وتنوعه، حتى مع الأزمات اللي موجودة دي العالم شايفنا كده. العالم شايف الدولة دي في خلال فترة زمنية هتبقى من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، فبالتالي نسب نمو هذه الاقتصاديات الكبيرة عشان تحقق فيها نسب نمو عالية ما بتبقاش سهلة زي ما دول تانية بتبقى ممكن بادية لسه المسار واقتصادها محدود، فبالتالي سهل قوي إنها تحقق فيه أرقام ونسب نمو عالية. أهم شيء زي ما بقول لحضراتكم إحنا لما حطينا برنامج الحكومة ويعني ويمكن حصل عليه الحمد لله يعني ثقة البرلمان، وأنا قلتها بمنتهى الأمانة وكنت حاضر، يعني أحترم من رفض برنامج الحكومة وتحفظ عليه زي ما أوجهت الشكر للي أيد، وهو دي طبيعة الشأن الديمقراطي إن عمر ما في الدنيا في برنامج أو حكومة بتحصل على إجماع، دائما في نسبة تأييد ونسبة معارضة، ولكن دوري أنا كحكومة إن أنا آخد برأي المعارضة زي ما باخد بالمؤيد، وعشان كده كنت حريص كل الحرص ان احنا كان اول توجيه للحكومة ما طلب
أو كما تم الاعتراض عليه في برنامج الحكومة لازم على طول نستوعبه في خلال الشهر القادم، تتعمل برامج زمنية تفصيلية، وكل الملاحظات اللي أثيرت لازم إنها توضع في الاعتبار ونشتغل عليها. أنا عايز بس أقول نقطة، لأن أثيرت ويمكن مصطفى بيه أنت كنت موجود معنا في البرلمان لما تقال يعني الحكومة إزاي تشتغل بموازنة وضعتها حكومة سابقة. الاستحقاق الدستور بيقول إن الموازنة بتاعت الحكومة لازم الحكومة تقدمها قبل نهاية شهر مارس، ده الدستور المصري مش كده؟ أو ده اللي فبالتالي الحكومة اللي بتبقى موجودة بتقدم البرنامج ده، إن ده استحقاق. لو عد عليها 31/3 وما قدمتش البرنامج بتاعها بتبقى مشكلة. طيب الحكومة قدمت البرنامج للعام المالي القادم، طب جت حكومة جديدة بعد بداية العام المالي، هي اللي بتعملوا إيه؟ بتاخد نفس البرنامج بتاع هذا العام، وإحنا بيبقى البرنامج حاطط مستهدفات، مؤشرات عامة ومستهدفات، لكن التفاصيل اللي موجودة بتستطيع الحكومة الجديدة إنها تتحرك فيها. يعني لما بنقول إن حجم إنفاق وزارة معينة الرقم ده، دي الموازنة حطاه، لكن أولويات الإنفاق عندنا المرونة في الموازنة إن الوزير يقدر يتحرك فيها. أنا بتكلم هنا دي موجودة ضمن الأبواب اللي بتبقى موجودة في الموازنة، يقدر الوزير بناء على رؤيته ومستهدفاته حب إن هو يبقى عنده نوع من المرونة في أول سنة، يقدر إن هو يتحرك حتى لو هو ما كانش موجود بصورة مباشرة في وضع الموازنة. لكن السياق العام للبرنامج الحكومة إيه؟ رؤية مصر 2030، برامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللي محطوطة ومعلنة للدولة المصرية، مسار الإصلاح الاقتصادي اللي شغالين عليه، توصيات الحوار الوطني واللي احنا قلنا ان دي كلها جزء من ثوابت برنامج الحكومة، وكل الاستراتيجيات الوطنية اللي احنا أعلننا عنها، استراتيجية موضوع التغيرات المناخية، الاقتصاد الأخضر، دي كلها ثوابت برنامج الحكومة بني عليها. فبالتالي احنا بنشتغل على هذا السياق، ولكن الأهم إن إحنا بنقول إحنا ملتزمين إن إحنا نقدم برامج لإنجاز البرنامج الحكومة أو تقارير واضحة تفصيلية للبرلمان، ولكن إحنا كمان حاطين آلية متابعة شهرية لكل وزارة عشان نطمن إن ما فيش حيود، أو حتى لو حصل حيود عن التنفيذ إيه مبرراته وإزاي إن إحنا نصوب هذا الموضوع، وبالتالي منظومة موجودة للمتابعة والأداء في هذا الشكل.